بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. للترمس المر فوائد متعددة وخصوصا للبشرة، فهو يعالج مشاكل البشرة مثل حب الشباب، التصبغات الجلدية، يزيل التجاعيد، يرطب ويفتح البشرة ويعطيها نعومة ونضارة، كما يخلصك من الشعر الغير مرغوب فيه نهائيا بإذن الله. لذلك سأقدم لكم اليوم وصفة للتخلص من شعر الوجه الزائد بإذن الله. وقبل أن أبدأ هذه الوصفة أدعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى الترمس المر ونحتاج إلى البيض. نأخذ الترمس المر، نقوم بتنظيفه من الحجارة وكل الشوائب، ثم يغسل ويجفف، بعد ذلك يطحن على شكل بودرة ناعمة جدا. بعد ذلك نأخذ حبة البيض، نقوم بفصل الصفار عن البياض لأننا نحتاج فقط بياض البيض، ونقوم بخفقه قليلا ليسهل علينا التحكم فيه. بعد ذلك نأخذ ملعقة كبيرة من مطحون الترمس المر ونضيف إليها بياض البيض تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة يمكننا فردها على الوجه بكل سهولة. نستمر في إضافة بياض البيض حتى نحصل على القوام المرغوب. وهذا هو القوام المرغوب في هذه الوصفة. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال على بشرة نظيفة دائما، يوضع هذا الخليط ويترك مدة 30 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بفركه بحركات دائرية ناعمة على الوجه، ثم يغسل مباشرة بالماء البارد. تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، والمداومة هي سر نجاح الوصفات الطبيعية دائما. هذا كان بالنسبة للخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية فنحتاج فيها فقط إلى ملعقة كبيرة من الترمس المر. نأخذ ملعقة كبيرة من الترمس المر، توضع في كوب من الماء العادي، يعني الماء من الحنفية، وتنقع ليلة كاملة، ثم يصفى الخليط ويستخدم بعد الحلاقة أو نزع الشعر مباشرة، وباقي الماء نحتفظ به في الثلاجة، وهذا لإضعاف بصيلات الشعر، وسوف يظهر الفرق في نمو الشعر من الشهر الأول بإذن الله. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.